السلام عليكم ويعطيكم العافية يا شباب. اليوم راح نحكي في درسنا عن موضوع جديد متصل بالباسيف فويس، وهو آخر موضوع نتطرق له بالنسبة للباسيف فويس. الموضوع هو ريبورتد باسيف، يعني الباسيف فويس المبني المجهول المنقول. شو القصد في ريبورتد باسيف يا شباب؟ ريبورتد باسيف يا شباب، الباسيف فويس بشكل عام هو الشيء المجهول، مبني المجهول، يعني انا ما بعرف مين الحكي. هلا الريبورتد باسيف هو انه اجي انا انقل جمله مبنيه للمجهول، مش انا اللي حكيتها، منقول على لسان شخص اخر. طيب ليش بنستخدم الريبورتد باسيف؟ نستخدم الريبورتد باسيف شباب لسبب واحد. هذا السبب هو انه احنا مش متاكدين اذا الجمله تبعيتنا او اذا المعلومه تبعيتنا صحيحه او لا. السؤال بيكون when do we use reported passive، متى بنستخدم الريبورتد باسيف فويس؟ اذا when we are not sure if the information is correct، احنا مش متأكدين، فبالتالي بنضطر ان نستخدم الريبورتد باسيف. طيب شو بالعربي؟ نعطي مثال عليه. مثلا نحكي الناس بيحكوا انه الكورونا انتشرت في القدس الشرقية مثلا، فبتيجي انت ما مش متأكد من الكلام، فبتحكي يحكى انه الكورونا، يحكى ان الكورونا نقلت الى، من دون ما تحكي مين هم الناس. فهنا هذه الفكره تبعت الريبورتد باسيف، احنا بنعمل الجمله مبنيه للمجهول وبننقلها من دون ما نحكي مين اللي حكاها. فبالتالي خلينا نشوف الامثله الموجوده عندنا. مثال رقم واحد شباب الموجود عندكم، everyone knows these soldiers take other people's money، الكل يعلم بأن هؤلاء الجنود يأخذون other people's money، مال الناس. تجيني جملة زي هاي شباب، بيكون بدي أحدد فيها فعل النقل، وأفعال نقل الكلام كثيرة في الإنجليزي، زي say believe، زي know، زي consider think. طبعا هذه احنا ما نسهل عليكم، كلها بتكون مخططة كلياتها في الامتحانات وفي الأسئلة. فهون الفعل هذا هو knows، everyone knows these soldiers take other people's money. باجي على الجملة بحدد أول شغلة فيها مين فاعل الجملة، يعني بنسى فكرة الشخص اللي بنقل الكلام وبنسى فعل النقل كأنهم مش موجودين. أول شغلة بحددها يا شباب هو فاعل الجملة الطبيعية، فاعل الجملة العادية اللي عندي. فعندنا هون على سبيل المثال these soldiers، then these soldiers هاي هم هي فاعل الجملة. شو الفعل عندي هون؟ take. إذن الفعل الموجود هون هو take. طيب لما نيجي نحل شباب بنقوم بخطوتين بسيطات، الدرس جدا سهل. بتمسك الفاعل وبتحطه في اول جملة كأنها جملة عادية، فبتصير زي ما انتم شايفين هون these soldiers، هؤلاء الجنود، صارت في الاول. مسكنا فعل الريبورتينج، فعل النقل اللي تحته خط، مننزله بعد الفاعل ومنصرفه بالباسيف فويس. فعندي هنا ايش احنا؟ knows، knows present simple. طب كيف بحول present simple للpassive فويس؟ اما بحط له is او am او are مع التصريف الثالث، فبتصير عشان عندي soldiers جمع are known، these soldiers are known. بمسك الفعل تبع الجملة الرئيسي وبحط له to، فبتصير these soldiers
are known. عم نحط تحتها خط هنا عشان تنتبهوا عليها. و take أصبحت to take. إذن كمان مرة، أول شغلة نحذف، أول شغلة شباب نقوم بحذف الفاعل الأساسي، الفاعل اللي نقل الكلام. بعد ما أحذف الفاعل اللي نقل الكلام بجيب فاعل الجملة بحطه مكانه أول الجملة، يعني كأني بدلت everyone with the soldiers و everyone بطيرها تشطب. بعدين باخذ فعل الريبورتينج بحوله لباسيف فويس، وما بعده بعطيه تو وبكمل نسخ الجملة زي ما هي. نشوف مثال تاني. People say football will be different after Messi and Ronaldo. الناس بيحكوا انه الفوتبول سيصبح مختلف بعد اعتزال ميسي ورونالدو. طيب مين فاعل الريبورتينج؟ الفاعل اللي بيسوي عملية النقل people. شو فعل النقل؟ say يقولون. طيب شو فاعل الجملة الأساسي؟ football. طيب شو الفعل الأساسي؟ will be هو الفعل الأساسي. ماشي، نحذف people، بنمسك football بنحطها بالأول. say لما اجي احولها، هاي فوتبول عندي هون شباب. طيب لما اجي احول انا say شو بدها تصير؟ لانه فوتبول مفرد بتاخذ is، والتصريف الثالث لstay said، اذا فوتبول is said. و will be different after Messi and Ronaldo. طبعا be هي الفعل الاساسي اللي احنا بدنا اياه، فما بنفع نحطه مع will be، اذا تحذف will فتصبح to be. إذن is said to be different after Messi and Ronaldo. طيب نشوف كمان مثال. Scientists believe it was over 200 years old. يؤمن العلماء، يعتقد العلماء بأنه عمرها أكثر من 200 سنة. الفعل الناقل للكلام هو scientists. الفعل فعل النقل اللي أنا بدي إياه هو believe. الفعل الرئيسي هو it في الجملة، هون ترمز لأي إشي مش مشكلة يعني. طيب شو الفعل؟ was. الفعل هو was. over 200 years old. باجي على الجملة نحذف scientists بنحط ال it في الأول فتصبح it. طيب believe لما أجي أحولها ل passive voice، مدام it بتاخذ is و believe تصريف ثالث بتصير believed، إذا it is believed. و ال was هنا شو أصلها؟ لما نحط لها to بدها ترجع لأصلها، مزبوط؟ أي شيء بتحط له to برجع لأصله، بصير to be over 200 years old. إذن أصبحت to be. طيب نستنتج القاعدة مع بعض شباب. إيش الـ structure تبع passive reported passive؟ بيجي عندنا أول إشي subject، بعد السبجكت بيجي عندنا على طول فعل النقل reporting verb in passive، بعدين بيجي عندي to، بعدين بيجي عندي verb infinitive زائد بقية الجملة. طب شو معنى هالكلام؟ subject زائد عندنا is am are was were، بعدين التصريف الثالث للفعل
هذا يعادل الـ reporting verb in passive اللي كان تحته خط، بعدين to، بعدين verb infinitive اللي هو الفعل الموجود عندي في الجملة. إذن هذه هي القاعدة تبعتي شباب، وهذا هو درسنا، بسيط جدا، ما عليك إلا تطبق القاعدة التطبيق. كمان مرة subject زي مثلا scientists، reporting verb in passive مثلا are known، يعرف عنهم. Scientists are known to spend a lot of money. دائما بيكون في عندك subject، بعد subject is, am, are, was, where، زائد الverb الثالث لفعل النقل اللي هو reporting verb، زائد to، زائد verb infinitive. هذا هو درسنا شباب، بسيط جدا. نتوسع فيه شوي، منروح على صفحة 117 في الكتاب. صفحة 117 في الكتاب شباب، في عندي سؤال في 6 أمثلة، زي ما انتم شايفين في كل مثال محدد لنا فعل النقل الريبورتينج فيرب اللي بدنا اياه علشان نحل على السريع. طيب people say the new lecturer comes from China، يقول الناس ان المحاضر الجديد ياتي من الصين، يعني اصله صيني. اذا بنحدد هون احنا لما نيجي نحل، عندنا فعل النقل هو say، people تحذف ما بتلزمنا، طيب مين عندي انا الفاعل هنا؟ الفاعل في الحالة هو the new lecturer. اذا الفاعل هو شباب the new lecturer. طيب نكتب الحل، the new lecturer عند الفعل say، بما انه مفرد باخذ is، said. طيب شو الفعل عندنا هنا؟ come. اذا to come بعملتها infinitive from China. نروح للثاني شباب، biologists know that birds eat fruit when they are hungry، يعرف علماء الأحياء أن الدببة تأكل الفواكه عند شعورها بالجوع. مين الفاعل تبع الجملة تبعتي؟ biologists، هذا الفعل الناقل، الفاعل الناقل، آسف، الفاعل الناقل ما بلزمني، بشطور ما بلزمني. طيب مين بدنا احنا؟ بدنا فعل النقل اللي هو محدد لي عليه اللي هو نو. طب شو الفاعل؟ بيرز، الدببة، معطيني الفاعل مجهز للموضوع، فمنبلش ومنحكي بيرز. عندي فعل النقل نو، بما انه بيرز جمع بتاخذ ار، بيرز ار نون، بحط لها تو تبعت القاعدة، وبحط infinitive للفعل اللي كان موجود عندي. شو هو الفعل؟ birds are known to eat fruit، eat fruit when they are hungry. إذن هذا الفعل أيضا اللي بدي إياه شباب، فعل هون eat، زي ما هون أخذنا الفعل come. نشوف اللي بعدها، doctors consider that smoking is the main cause of early death، إذا الأطباء يعتبرون أن التدخين هو السبب الرئيسي للموت المبكر. كمان مرة شباب، فعل الناقل، الفاعل الناقل ما بدي إياه اللي هو doctors. شوفي عندي هون أنا الفعل الناقل هو consider، الفاعل الرئيسي هو إيش؟ smoking. بما انه الفعل الرئيسي هو smoking، اذا الفعل الرئيسي بعده طول هو is، منباشر في الحل smoking is لانه مفرد considered يعتبر، بحط to
بشوف الفعل اللي معلم عندي هو is، برجعه لأصله. شو أصله الانفينيتيف بي؟ is considered to be the main cause of early death. اللي بعدها people think large companies are responsible for most pollution. يعتقد الناس بأن الشركات الكبيرة مسؤولة عن التلوث. كمان مرة الفاعل الناقل ما بلزمني. منروح على ايش احنا الفاعل الحقيقي اللي انا بدي اياه في الجملة تبعتي اللي هو large companies. طب شو الفعل عندي are، يعني برضو be. منباشر بالحل شباب large companies. طب شو الفعل الناقل اللي عندي هو think. large companies جمع بعطيها are، large companies are. طب شو التصريف الثالث لthink؟ are thought. large companies are thought. بحط to الأساسية من القاعدة، بمسك الفعل اللي هو معلمناه هو are، برجعه لأصله بصير be. large companies are thought to be responsible for most pollution. الجملة اللي بعدها those who have seen it report that the giant fish has large teeth. شوفوا كل هاي يعني قبل الريبورتينج فيرب، كل هاي هي عبارة عن فاعل، فاعل النقل، وفاعل الناقل أنا ما بدي إياه بشطب. طيب مين الفاعل الحقيقي؟ the giant fish. طيب شو الفعل الحقيقي؟ has. فشو بصير الحل؟ شو ساعة هون بحطلكم إياها هون شباب. The giant fish is reported. طيب حطينا فعل النقل report، عملناه تصريف ثالث، حطينا giant fish is reported. الفعل الحقيقي هو has، لما راجعه للانفينيتيف بصير to have large teeth. إذا أنا ما بهمني قديش ال في كلمات قبل فعل النقل، كلها ما بتلزمني، كل الموجود قبل فعل النقل ما بيلزمني. الجملة اللي بعدها experts believe that human actions cause climate change. يعتقد العلماء بأن تصرفات البشر تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ. مين الفاعل هون الناقل؟ experts. بيلزمنيش. ماشي. طيب شو في عندي أنا الفعل الحقيقي؟ هو human actions. شو الفعل الحقيقي؟ cause. وهون منعكس فبتصير human actions. طيب شو الفعل النقل هو believe، بما انه human actions جمع فيها s بتاخذ r. r ايش؟ r believed. طب الفعل ونحط to تبعت القاعدة، والفعل مجرد بضل مجرد. اذا human actions are believed to cause climate change. هذا هو الدرس، بسيط شباب، بتدرسوا بتطبقوا القاعدة وبتحلوا التمرين. بالنسبة لهذا التمرين ما بدي إياه في الكتاب، كلياته اعتبروه ملغي. إذا هذا التمرين ملغي لأنه ما بقيس إلا موضوع اللي شرحناه في الحصة الماضية. هيك إحنا شباب رسميا بضل عندنا فقط درس واحد نعطيكم إياه في هاي الوحدة اللي هو بصفحة 120، واللي هو بصراحة مراجعة لقواعد أكثر من وحدة سابقة. زي ما أنتم شايفين هنا relative pronoun ing phrase اللي من وحدة 8، قواعد وحدة 8، قواعد وحدة 9، conjunctions دي ممكن تكون جديد عليكم، جديد قديم يعني شرحناه وحكينا عنه كثير، أدوات الربط، relative clauses كمان مرة وحدة 9، conjunction ing phrase ing phrase relative clause. عن إيش بحكي هذا السؤال؟ هذا السؤال بحكي عن جمع الجمل، إضافة جملة على جملة باستخدام بعض الطرق اللي تعلمناها احنا سابقا في الوحدة. راح نحكي عنه ان شاء الله الحصة القادمة. هذا هو موضوعنا لهذه الحصة، ان شاء الله تستفيدوا منه، ويعطيكم العافية طلاب 11.